فائق الدقة وأرخص بكثير من الصواريخ. هذا السلاح الأحمر قادر على إصابة عملة معدنية من على بعد كيلومتر. ليزر فتاك آخر ما تراه الطائرات المسيرة، وقد يصبح بديل صواريخ إسقاط الأهداف الجوية في ترسانة الجيش البريطاني. نجحت المملكة المتحدة في تجربة سلاح الليزر الجديد دراغون فاير بعد إطلاقه باتجاه هدف جوي للمرة الأولى، وذلك بهدف توفير بديل منخفض التكلفة للصواريخ المستخدمة في التصدي للأهداف مثل الطائرات المسيرة. يعتمد السلاح شعاعا حادا يخترق الأهداف بسرعة الضوء، وتبلغ تكلفة الطلقة الواحدة أقل من 10 جنيهات استرلينية، بينما قد تكون تكلفة الصواريخ أعلى من تكلفة المسيرات التي تدمرها، إذ قد يصل سعر بعض الصواريخ إلى ملايين الجنيهات الإسترلينية مقارنة بتكلفة الطائرات المسيرة التي تقدر ببضعة آلاف. لا يزال مدى سلاح الليزر البريطاني الجديد سريا، لكنه مصنف من أسلحة خط التسديد، أي يمكنه إصابة أي هدف يقع في مداه.